اصحابي اصحاب الكره الاهلاويه، لكم مني احلى تحيه، وما فيش احلى من الحلقه دي لانها حلقه تقيله. يعني هي لا، احنا عارفين ان في حوالي 4 لعيبه من البنات بتوع كره الطايره اللي راحوا النادي الاهلي، وعرفنا ان هم خسروا كمان قدام فرق النادي الاهلي، لان اللي ما تعرفوش ان فرقه الطايره تملي بتبقى 6 لعيبه، راح منهم 4 في النادي الاهلي، من النادي الاهلي، والنادي الاهلي جاب غيرهم وكسب اللي راحوا نادي الزمالك. لكن بعد ما خسروا حصل الكلام ده. لما تفتكر ان انت خارج من نار النادي الاهلي ورايح جنة الزمالك، افتكر ان مفيش جنة في مصر الا جنة الاهلي، وهترجع تقول يا ريتني كنت في الاهلي. احمد مرتضى منصور اجتمع مع رباعي الطايرة سيدات الصفقات الجديدة، وطلب منهم انهم يخفضوا عقودهم لأكتر من نص، لأن ده عامل عبء على الفرقة، لأن رواتبهم عالية جدا وتتخطى 1,000,000 جنيه، واتقال لهم بالحرف يا إما تتنازلوا عن عقودكم يا إما تشوفوا نادي ليكوا تاني، ومفيش نادي في مصر هيدفع ربع العقد اللي بتاخدوه. وكده كده كمان بعد طبعا غواية إبليس، كده كده الأهلي هو بابه اتقفل وراهم، وهم اللي قفلوه بإيديهم، وبالمعنى الحرف ده هيتنازلوا بما يرضي الله عن عقودهم، ولا يقعدوا في البيت ولا يقعدوا في الزمالك يقرفوهم على الرغم من العقود اللي موجودة فيهم. ويبقى كده الأستاذة غباء حمزة ورطت البنات ورطت بنتهم هي كمان. نيجي للخبر اللي بعد كده، بيتسو موسيماني بيحتفل بيوم الاستقلال بتاع جنوب افريقيا، وكاتب على الصفحة بتاعته هابي فريدوم داي ساوث افريكا سبيشال داي انديد، بيقول عيد استقلال سعيد ساوث افريكا، ويوم خاص جدا. ونشر كل صوره اللي هعرضها لكم قدامي اللي كان فيها بيحتفل بعلم جنوب افريقيا مع الجوائز اللي كسبها مع النادي الاهلي. اللي بيلعب مع النادي الاهلي عمره ما يخسر، وكمان يفضل مفتكر كل اللحظات الجميله اللي فاز بيها، يفتخر بيها ويرفع بيها كمان علم بلده. موقع الفيفا كاس العالم بيقول لك رمانه بميزان خط وسط الاهلي هو المقاتل حمدي فتحي الذي كسب حب جماهير ناديه بالعمل والتفاني. ده اللي قاله موقع الكاس بتاعه. نيجي للاستاذ عامر العماري، بيقول لك مجلس اداره الاتحاد بعد اعلانك لعب مباريات كاس مصر في دور ال 32 دور ال 16 الفتره 25 و30، هل سينتهي الاتحاد من مسابقه الكاس عشان